بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فضل كبير وعظيم في تبليغ الدين وفي نشر السنة المطهرة، على رأسهن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وعشنا معها الحلقات الماضية ودورها العظيم في رواية الحديث وفي تعليم المسلمين على مدار أجيال عديدة متتالية منذ زمن النبوة إلى ما بعد ذلك. ثم تليها في المرتبة، في مرتبة الرواية والتعليم، أمنا السيدة أم سلمة. أم سلمة زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية. أبو أم ستنا سلمة هو أحد أبناء قريش المعدودين. ليه؟ لأنه كان رجل مشهور بالجود وبالكرم الشديدين، فكان من شدة كرمه ليه لقب كده بينادوه بيه، بيدعى بزاد الراكب، لأنه إذا كان يعني إذا سافر في أي سفرة وخرج معه مجموعة من الناس لم يتخذوا لأنفسهم زادا معه ولم يوقدوا نارا. يعني المسافر في هذا الزمان بياخد كل المؤون بقى بتاعته من طعام وشراب، بيمضوا طريقهم ده رحلتهم دي في صحراء قاحلة، وبيسافر معاه مجموعة من الرفقاء، إذا سافروا معه لم يوقدوا نارا، بمعنى إن هو بيكفيهم ويغنيهم، يعني بيتكفل بطعامهم وشرابهم، لذلك سمي والد السيدة أم سلمة بزاد الراكب لشدة كرمه. ستنا أم سلمة قبل أن تتزوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت متزوجة بأبي سلمة المخزومي الصحابي الذي يلقب بذو الهجرتين. سيدنا أبو سلمة هو يبقى ابن عمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام،
عمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام برة بنت عبد المطلب. يبقى أبو سلمة جوز أم سلمة اللي كان متزوج منها قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يبقى هو كان ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمته. ومش كده وبس، وكان كمان أخو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، فثويبة هذه المرأة اسمها ثويبة مولاة أبي لهب، كانت بتشتغل عند أبي لهب، هي أم سيدنا رسول، يعني هي أم سيدنا رسول الله وأم كذلك أبو سلمة بالرضاع. وكانت كذلك ستنا أم سلمة وزوجها أبو سلمة من السابقين الأولين، يعني هجروا مع العشرة الأولين اللي راحوا الحبشة، لأن كان في هجرة، خط هجرة الأول للحبشة وبعد كده جاءت الهجرة الكبرى إلى المدينة المنورة، فكانوا من السابقين إلى ذلك بأن هاجروا إلى الحبشة حيث ولد هناك ابنهما سلمة. عشان كده هي بتلقب بأم سلمة وزوجها بيلقب بأبو سلمة، وهي اسمها أصلا هند. بعدين هاجر إلى المدينة بعد قدومهما مكة بعد بيعة العقبة الثانية، فكانت ستنا أم سلمة رضي الله عنها بهذا أول امرأة دخلت المدينة، كانت أول امرأة دخلت المدينة، وفي المدينة عكفت رضي الله تعالى عنها على تربية صغارها، وعكف زوجها كذلك على الجهاد في سبيل الله تعالى، لأنه رضي الله عنه شهد بدرا وأحدا وأبلى فيها بلاء عظيما حسنا مشهودا له بذلك، ورمي في عضده، منطقة العضد رمي وانتكأ الجرح بتاعه، ولما انتكأ الجرح يعني ما طبش الجرح ورجع تاني عاد انه الجرح لم يطيب، فظل بهذا الجرح الذي لم يطب حتى مات سنة 4 للهجر. والحقيقة كان من دعاء أبو سلمة انه كان دايما يقول اللهم اخلفني في أهلي بخير، اللهم اخلفني في أهلي بخير، فأخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته ستنا أم سلمة، وبعد كده صارت أم المؤمنين، لأنه بعد ما هو مات وهو كان كثير الدعاء بهذا الدعاء، فلما مات وتزوجها بعد ذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخلف الله تعالى على أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلفه كذلك على بنيه سلمة وعمر وزينب، فصاروا أولاد أبو سلمة بعد أن مات أبو سلمة ربائب في حجر النبي أو في حجره المبارك صلى الله عليه وسلم، وده كان سنة 4 للهجرة. وكانت أم سلمة رضي الله عنهما آخر من مات من أمهات المؤمنين، هي رضي الله عنها عمرت، يعني عمرها كان طويل حتى يعني بلغها قتل الحسين، يعني شوفوا هي وصلت لغاية إيه رضي الله تعالى عنه وعن آل بيت النبي الأطهار الكرام. وهي بعد قتل سيدنا الحسين، هو بلغها قتل سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، لم تلبس بعد هذا الخبر إلا يسيرة، وانتقلت إلى الله تعالى سنة حوالي 62 هجرية، يعني هي عاشت حوالي 90 سنة، فبالتالي كانت من أطول أمهات المؤمنين عمرا. وكانت أمنا السيدة أم سلمة بتحتل المرتبة الثانية في الرواية، رواية الحديث بتحتل المرتبة الثانية بعد أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فتصدرت الرواية والفتية، يعني كانت بتروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان بتقوم بالعملية الإفتائية، وجمعت هذه المرويات اللي هي روتها عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الأحكام، وبعضها كان في التفسير والبعض الآخر كان في الآداب وفي الأدعية والفتن وغيرها من الموضوعات، وإن كان أكثر مروياتها في الأحكام بأبوابها المختلفة، أكثر مرويات ستنا أم سلمة زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت في الأحكام
في مختلف أنواع الأحكام، تجد لها مرويات في أبواب الأحكام على اختلافها، وبتغلب على صفة المرويات بتاعتها الصفة العملية، يعني اللي بتوصف الأحوال والسنة العملية والفعلية. وبتدل كثرة روايات ستنا أم سلمة على حفظها وحرصها أنها تحفظ، واهتمامها بما يصدر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه نقل عن ستنا أم سلمة كثير من الرجال والنساء من الصحابة، طبقة الصحابة وطبقة التابعين، ومن مختلف الأمصار، ومن من نقل عنها بنتها زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما. وجود أم المؤمنين أم سلمة وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما خاصة بين يعني الصحابة، وتأخر تاريخ وفاتهما رضي الله تعالى عنهما، تأخر وفاتهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان من العوامل المهمة اللي جعلت كتير من الناس بيروحوا لهم ويقصدونهما عشان يسألوهم في الروايات إن صحت أو لم تصح النبي عليه الصلاة والسلام في تلقي الرواية عنهن رضي الله عنهن، وكذلك في الفتية. وبعد وفاة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني تربعت ستنا أم سلمة رضي الله عنها على الرواية، باب الرواية كانت بتروي كتير جدا. يعني السيدة عائشة هي تصدرت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعليهن الرضوان، تصدرت باب الرواية والفتية والتفسير، وكانت بحرا عظيما في العلم رضي الله تعالى عنها. بتيجي وراها في المرتبة الثانية ستنا أم سلمة، والتي تصدرت ذلك بقوة بعد وفاة أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لكون ستنا أم سلمة آخر من تبقى من أمهات المؤمنين، الأمر اللي جعل إنه مروياتها كتيرة جدا ومتنوعة جدا، جمعت زي ما قلنا بين الأحكام والتفسير والآداب والأدعية والفتن وغيرها من الموضوعات التي حملتها تلك المرويات. كما كانت تعد ستنا أم سلمة بتعد من فقهاء الصحابة ممن كان يفتي، يعني هي كانت زي ما ذكر ابن حزم حطها ضمن الدرجة الثانية، هو صنف كده، عمل بحث ابن حزم في الصحابة مين منهم اللي تصدر الفتية، وعمل هذا البحث على أساس تقييم يعني العمل الإفتائي، وصل إلى أقصى درجة أو منتصف ما بين الإكثار والقلة، فصنف الصحابة الكرام على هذا المنوال، دي كانت شيء رسالة مستقلة. فعد ابن حزم ستنا أم سلمة ضمن الدرجة الثانية التي تشمل متوسطي الفتوى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث قال ابن حزم: المتوسطون فيما روي عنهم من الفتوى عثمان وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وأم سلمة. فجمعت بذلك ستنا أم سلمة بين رواية الحديث الشريف وبين الإفتاء رضي الله تعالى عنها. وهكذا كان حفظ السنة المطهرة باعتبارها وحي يوحى، حفظها الله تعالى بعين الحفظ والرعاية، بأنه جعل لها نفوسا طاهرة من رجال ونساء طلاب للعلم. هؤلاء الرجال والنساء قاموا بهذه المهمة الشريفة، تلقوا هذا العلم الشريف ونقلوه لنا جيلا بعد جيل وفق منهج وضوابط لهذا المنهج، حتى وصلتنا السنة نقية كما أرادها الله تعالى. ولكن الذي لم ينشرح صدره لذلك، أو من لم ينشرح صدره لذلك، لم ير بعين البصر ولا البصيرة هذا الحق البين. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية ومشاهدي قناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا نذكر السادة المشاهدين الكرام بمواعيد لقائنا وإياكم من السبت إلى الأربعاء. من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبنكون في شريف استقبال أسئلة السادة المشاهدين على الهواء مباشرة. ويوم الأربع من كل أسبوع هو المخصص للرد على الأسئلة اللي بتفد على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا اللي بنستقبل عليها الأسئلة بنرد عليها تباعا، وبتكون الأجوبة في على قدر أو على هيئة فيها نوع من البسط شوية، بنجاوب يعني بناخد وقتنا في الإجابات. وبنعرض كمان يوم الأربع فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة، الفقرة التي كانت تذاع يوميا في شهر رمضان المبارك بنفس الترتيب اللي احنا ماشيين بيه، بتعرض بقى على مدار العام كل يوم أربع بنفس الترتيب بتاعنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من أهل الإخلاص ومن أهل القبول، اللهم أمين أجمعين. وناخد من معنا. يا أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحن وأنتم دكتورة نادية عمارة، نحن وأنتم وفريق العمل، وجعل هذا العلم والعمل لحضراتكم في ميزان حضراتكم. آمين أجمعين. في ميزان أعمالكم إن شاء الله، وجزاكم الله عنه كل خير حضراتكم وفريق العمل. آمين. وزادكم الله من فايدة علمي. اللهم آمين أجمعين. مع حضراتكم أحمد عروق من غرب شبرا الخيمة. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. حضرتك، أصابني بعض المشاكل إلى حد ما صعبة شوي، فلم أجد من يساعدني في حلها سوى صديق توسمت فيه العلم والدراية، فبدأت أحكي له على أسرار مشاكلي وما إلى ذلك. فوجئت بعد ما قصيت عليه القصص من المشاكل، فوجئت أنها في متناول إيد الجميع أو على مرأة ومسمع ممن هم أحبابي ومن هم أعدائي، أصدقائي وأهلي وأسرتي وما إلى ذلك. فعايز حضرتك بس تبلغي رسالة، ما حكم الشرع في ذلك العالم الذي يبيح بأسرار سائله؟ خان أمانة السر يعني. أيوة أستاذة. أيوة دكتور. طيب، ولما حضرتك اكتشفت الوضع ده عملت ايه معاه؟ هل تكلم؟ يعني مغلوب على امري. يعني انا قصيت عليه القصص وبحكي له بكل نيه صافيه. حضرتك كنت بتحكي للاسترشاد بالنصيحه ولا مجرد فضفضه؟ ومساعده في الحل لحضرتك. تمام، حاضر يا استاذ احمد، شكرا شكرا. ست ام عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنا بكلم حضرتك والله.
أنا كمان أسعد، ربنا يحفظك. تفضلي يا فندم. الصوت بس الصوت شوية أعلي شوية، حاسة أنه كأن في يعني يا ريت نقف في مكان تكون الشبكة قوية. استسمع حضرتك. تسلمي تسلم عينك. بصي يا دكتورة، أنا متجوزة بقالي 20 سنة، صوت من عمتي مش غبي، فطبعا هو عنده في حتة كده إن عايز يبعدني عن الناس كلها ويقاطعني عن الناس كلها. أي حد أي حد يعني جاء في آخر مرة حصل مشاكل بيني وبين أهلي، بيني وبينه وهو بين يعني إخواتي أنا، فقطعني عن أهلي بقى لي اكثر من 4 سنين وكذا مره يعني قطعني وارجع وقطعني وارجع. المره دي حلف طبعا طلاق اني ما ارجعش لاهلي ثاني. فحصل لي حوار ان جوز عمتي في واسطه فنزلت العزاء. ليه وليه نزلت العزاء؟ انا شفتك ما تعرفش اهلك. فطبعا كلمت واحده خالتي كلمته، قالت له روح للشيخ وشوف قلبه. الشيخ قال لها، قال له ردها يعني في يوم 3 ايام يا اما تتاكل 10 مساكين. فطبعا هو مش راضي بكده، هو مش راضي ان انا اقطع، لا اقطع اهلي يعني عايزني ارجع واقطع اهلي. ينفع اقطع ابويا واخواتي؟ لا طبعا. وبعدين انا بشتغل. بشتغل لما افضى في البيوت. الشغل مش عيب. لا طبعا. معايا بتاكلي بالحلال، بتاكلي بالحلال خلاص. والله يا دكتوره وحده ربنا اللي عايز، والناس كلها بتحبني بتحترمني. الحمد لله الحمد لله. فمعايا 5 اولاد مني. فطبعا بياخد فلوسي كلها، هو شغال ميكانيكا بس بيشتغل ايه؟ بترفيه كده شايف نفسه، لكن انا عاملني لما يعني انت بتشتغلي وياخد فلوسك. كلها حتى النفس اجيب حاجه لنفسي، لا هو يجيب انا لا. طب وانت ليه رضيتي بده؟ مش عارف مش عارف، عشان ولادي بس، كنت عشان ولادي بس. انا دلوقتي حتى لو انا عايزه ارجع بس عايزه، مش عايزه اتحرم من اهلي. لا ما ينفعش. ابويا خلاص يعني برجل بره. اشتريتي الرجوع بان انا ارجع لاهلي، وانك لازم حد يحكم في الامر ده، ما فيش حد عندكم في العيله؟ لا هو عايز يبعدني عن الناس كلها، هو ما بيكلمش حد خالص في الامر، حتى اللي ما بتعرفش ما عندوش بيتكلم. ما فيش حد بيقطع اهله يعني، هيعيش مع الواحد هو ناقص حته جواه كده بيقطع الاهل، هو كده مش عايز يعرف حد خالص. طيب انت سؤالك تحديدا يا ست ام عبد الرحمن، تحديدا انا عايزه اعرف انا ارجع له بالطريقه دي؟ انت عايزه ترجعي له بالطريقه دي؟ بس انا ده بساله. طيب. انا عايزه ارجع له، عايزه يعني لو رجعت له بس برضه ما اقطعش اهلي. تمام. لو هو هيحرمني من اهلي اطلق واسيب له عيالي؟ هو قال جاب كلمه الطلاق؟ قال لي انا لو هترجعي ما تاخديش اهلي اطلقي. انت في حالك، انت في حالك وانا في حالي. ما تاخديش عيالي. ما تاخديش ازاي؟ عيالك دول صغيرين ولا كبار؟ لا في بنت كبيره عندها 20 سنه، انا متجوزه بقالي 21 سنه. ماشي. واصغر بنت عندها 8 سنين. والباقي كله بقى درجات ما حدش يعرف. تمام. ماشي يا ست ام عبد الرحمن. شكرا. الست ام هاني. ست ام هاني اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا يديك الصحه والعافيه ويخليكي لينا يا رب. اللهم امين اجمعين ويخليكم لينا. انا بحبك في الله والله قوي. اعزكم الله واحبكم الله الذي احببتم الله فيه. بصي حبيبتي، انا عندي يعني مش هقول بلاء، لا الحمد لله على كل شيء. انا ابني الكبير يعني اول عيل عندي بعد 7 سنين اتوفى بالسرطان. بعد ما قعدت معاه في المستشفى 7 سنين توفى. بعد ما توفى عدى كام سنه جاني انا السرطان تبرتي قولون. الحمد لله عملت العمليه والحمد لله. ثالث حاجه جاني بنتي معيش غيرها، هي متجوزه ومعها بنت معيش غيرها، جالها عملت العمليه ورجع تاني ورجع لها تاني. بتمنى بس من حضرتك تدعي لها ربنا يقيمها بالسلامه وينجيها يا رب يا رب، ويصبرني ويصبرني يا رب، يربط على قلبك يا رب، يربط على قلبك ويتم شفائها عاجلا غير آجل. نسأل الله تعالى باسمه العظيم الأعظم أن يتم شفائها عاجلا غير آجل، وينزل العلاج اللي هي بتتعالج بيه ده عليها بردا وسلاما وشفاء تاما كاملا لا يغادر سقما. اللهم امين اجمعين. يا رب ربنا يتقبل منك يا دكتوره. آمين. يا رب خليك لينا وما نتحرمش منك، يشرح صدرك ويربط على قلبك. وبعدين ده انتوا يعني ده انتوا صفوه مختاره، اصل اهل اللي نسال الله السلامه بلا شك، يسال الانسان ربه السلامه والعافيه، نسال الله العافيه، عشان كده بنركز عليها في الدعاء مع حضراتكم يوميا،
العافية، العفو والعافية لتشملنا رحمات الله في الدنيا والآخرة. فنصبر، فنصبر على اللي ربنا سبحانه وتعالى يا رب، ونعم أجر، نعم ونعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الحمد لله. دكتورة بعد إذن حضرتك بس عندي سؤال تاني. تفضلي ست مهم. أنا بصلي الحمد لله، معلش أنا مش متعلمة يعني، بس أنا بصلي ما بسيبش فرجة ربنا خالص، وبقوم في يوم الليل وبصلي الفجر، بس بعد أوقات يعني بيروح عليا الفجر وبقوم أصلي الصبح. هل كده عليا حاجة يعني كده ولا؟ أه يعني حضرتك بيغلبك النوم يعني. ايوه حضرتك، ايوه بقوم، بس اول ما بقوم على طول فتح عينيا بخش على طول اصلي، قال لي وقت اصحى فيه. حاضر، ربنا يبارك لك يا دكتوره ويخليك لينا يا رب ويديك الصحه يا رب. امين امين امين، ويفرح قلبك ويشرح صدرك وييسر امرك ويشفي مرضاكم، مرضانا ومرضاكم، اللهم امين اجمعين. استاذه منى. الو. ومرضى الناس اجمعين، اللهم امين اجمعين. اتفضلي يا استاذه منى. ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله رب. انا عايزه اسالك سؤال بس كده يعني. عايز اعرف هو عادي الحلفان في المسلسلات يعني اللي بيحلف ربنا ويقول اللي بيقول عرش ربنا ده عادي محلل؟ حاضر. يعني مثلا وفي ناس كمان وفي كده حاجات بردك بتلاقيهم بيمثلوا شخصيات الدينيه، فبتلاقيهم بيمثلوا شخصيات ثانيه خارج الدين، ده بردك عادي ولا بيبقى خلاص ثبت عليه الشخصيه ان هو كده؟ حاضر. شكرا. هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والفتح. مرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام. الأستاذ أحمد كان بيسأل إنه هو يعني وثق في شخص يعني من المشايخ اللي عارفهم، وبيقول إنه حكاله قصص في حياته عشان أو أمور عشان ياخد رأيه فيها، وإنه هو يأتمن على هذا الكلام. فالحقيقة هو أذاع كل الحاجات دي، وبعدين بيقول أنا لقيت الموضوعات كلها الناس كلها عارفاها، فعايز مني رسالة إلى هذا الشيخ. طبعا من المعلوم ان الشخص اللي بيفتي يعني امين، امين فيما يقول من نقل العلم، وامين فيما يستودع من اسرار السائلين، وهو سيسأل اذا حفظ الامانة او اذا ضيع الامانة، لان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان المستشار مؤتمن، يعني مؤتمن على ما استودعه ذلك الذي استشاره وطلب مشورته بأنه يحفظ هذا السر، وأنه يساعده إذا كان في نصيحة، إذا كان وقفة هيوقفها معاه أو ما شابه ذلك. الفتوى أمانة، وإن أنا أنصح الناس بناء على الكلام اللي بيحكوه برضو ده أمانة. وإحنا بعد هذه الرسالة اليسيرة لهذا الشيخ بنقول لحضرتك كمان يا أستاذ أحمد إنه في ده درس، إن إحنا نختار من نستفتيه، نسأل عنه، نشوف مشهود له بين الناس بالأمانة، لأن مش كل من درس العلوم الشرعية كان يعني على الجدة والصواب. إحنا في النهاية بشر أصناف كثيرة، هناك من درس عشان داخل هذا العمل لأي غرض، وهناك من درس العلوم الشرعية كرسالة بيقوم بيها، هو يؤدي نقل العلم وأمانة العلم، وبيكون نموذج طيب دل على ذلك. فأنا برضو أنا بستودع إنسان أسراري، فكان لابد أن أنا برضو أسأل عنه، مش مجرد أن أنا بشوف هيئة معينة فأنا على طول أروح أحكي أسراري هكذا يا أستاذ أحمد. وأسأل الله سبحانه وتعالى لك فرجة في كل المشاكل اللي حضرتك بتعاني منها. الست أم عبد الرحمن هي متجوزة من ابن عمتها 20 سنة، على طول هو مش عايزها تعرف حد ومش عايزها تعرف أهلها، وبيحلف أيمان طلاق، ولما الشيخ راح استفتاه في اليمين الطلاق قال له كفارة يمين على أساس إنها يعني بعد كده يسيبها يعني الأمور تروح وتيجي كما تشاء. بتقول هو لا يرضى إلا بقطيعة أهلي.
التعامل طبعا مع الزوج اللي ما بيساعدش زوجته على ان تصل رحمها واهلها وعايزه كده محبوسه في ام كده معاه وهو بقى يعني هو ده اللي يبسطه، ده شيء مؤرق ومش مريح. الامر وانا عندي 5 اولاد بيحتاج اكيد لازم اذكر بده، ان احاول بالحيله مره بالحكمه مره بامر اخر افكر ايه الوسيله اللي ممكن تكون ضاغطه عليه عشان اوصل، وان كان ان انا اخد موقف حازم انه انا ارجع البيت لكن لا تمنعني قطيعه اهلي، عايز ايام معينه اروح لهم فيها كما تشاء، عايز انها ما تبقاش في ايام معينه وفي ايام اخرى كما تشاء، اما القطيعه النهائيه لا تامرني بذلك، لان ده بيامرك بقطع اشياء بقطع علاقه امر الله تعالى بوصلها فلا يجوز ذلك. احنا بنقول ان وسط العقلاء والحكماء والناس اللي ممكن يسمع لها من العيلتين مش لازم من عيلتك بس، عشان يبقى الصلح ده قائم على قواعد وقوانين. انا اصل قرابتي من غير تقصير في حقوقك، وفي نفس الوقت نقدر نوصل لحل في هذه المسألة. قدر الطاقة لا نلجأ للطلاق إلا إذا ضاقت الأمور. لو إن المرة دي الموقف إن أنا آخد موقف وأحفظ لنفسي حقوقها هو الذي سيجدي، تدرسي برضو الوضع من كل الجوانب ومدى تحملك للقرار اللي هتاخديه التبعات بتاعته. يعني أنا هاخد إن أنا أعمل وقفة عشان ما يمنعنيش من زيارة أهلي، هل لما اخد الموقف ده النتائج اللي هتطلع بعد كده منه وانت دارساه ده ابن عمتك متجوزاه بقالك 20 سنة النتائج اللي هتبقى تابعة للقرار اللي انا هاخده دي انا هقدر عليها ولا مش هقدر عليها؟ يعني دي برضو امور، لان هو بيلعب بالطلاق في المسألة دي، مش بس سايبك وانت بقى بتاخدي القرار، لا ده هو معلق الطلاق على حدوث مثل انك انت تروحي تزوري اهلك او ان انت توديهم. فانا شايفه ان يبقى في موقف تاخدي موقف من غير عنف، انه نصطلح على اصول لا تقطعني صله رحمي وانا هروح الايام اللي انت تقول عليها، بس ناخد كده وندي الامور تبقى بالراحه شويه، لانك 20 سنه ست ام عبد الرحمن يعني انت سكتي وقت طويل قوي على حقوقك، في انك ليكي قرابه ليكي اصحاب ليكي، وبعدين بياخد فلوسك وبياخد، فبقيتي انت كالكلأ المباح اللي أرض قدامه غيط قدامه ومش صاين صاحب الغيط مين، وقاعد ياخد اللي عايزه وياكل منه اللي عايزه. الأمور تبقى في حفظ للحقوق، والمرأة في بداية زواجها هي اللي بتحدد العلاقات، تساعد المرأة زوجها من جميل أخلاقها وكرمها وحسن عشرتها ومروءتها، لكن ما بقاش حق مكتسب، فبقى أنا كمان فلوسي باخد إذنه عشان أروح أشتري حاجة خاصة بيا، فأنت يعني أنت سكتت كتير على حقك، فأنا عايزة أبتدي أعمل وقف فتبقى بالراحة، لكن أعملها في حضور ناس من وسطاء من العيلتين. الست أم هاني، ربنا يا رب يا ست أم هاني يرضيكي في بنتك وفي نفسك ويصبرك ويربط على قلبك ويتم شفائها، وما تنسيش قراءة سورة ياسين وسل الله بأنوارها وأسرارها وفتوحها وعجائبها، إن ربنا يكتب لبنتك الشفاء التام الكامل، اللهم أمين يا رب العالمين. وبالنسبة إنك يعني نذكر طبعا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، رجل كان أو امرأة، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. فانتوا صفوة، فوصى أهل صبر وأهل ثبات، وكون الإنسان يبتلى ويمتحن وهو قائم بصلاة قيام الليل وبيؤدي الفرائض وبيسعى ويسارع في الخيرات في غير ضجر، ألم شيء طبيعي، ما هنا الألم اللي بتألمه عليه أجر وعليه ثواب، لأني بحتسب هذا الألم وثباتي في هذه المحنة أجر مدخر لي في الآخرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ونسأل الله سبحانه وتعالى لك الثبات، واللهم اجعلنا من عبيد الإحسان لا عبيد الامتحان، اللهم أمين يا رب العالمين. بالنسبة لصلاة قضاء صلاة الفجر،
النبي عليه الصلاة والسلام علمنا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا أنا نمت عن صلاة الفجر لم أستيقظ لم أتمكن من اليقظة عند يعني على طول أول ما تقومي بمجرد القيام صلاة قضاء صلاة الفجر يا ست مهان. الست منى بتسأل عن الحلف في المسلسلات في التمثيل يعني، وبتتكلم كمان عن تمثيل الشخصيات الغير مسلمة في المسلسلات. التمثيل وسيلة لتوصيل معاني في قوالب محددة، هو عمل بشري ليس كل ما يجري فيه بيكون على وفق الجد، لكن هو كوسيلة وسيلة راقية لتوصيل معاني كثيرة جدا إذا كانت مستعملة من جهة الموضوع ومن جهة الشكل ومن جهة الأداء على إعلاء القيم، على حض الناس على مكارم الأخلاق، على التراحم. كل المعاني الطيبة دي لما بتبرز في الدراما في السينما في التمثيل عموما كوسيلة لتوصيل المعاني الأصل أن تكون طيبة راقية مهذبة للنفوس لا حرج فيها وكجهة المعنى ده، لكن بيبقى فيه تجاوزات فيها طبعا كأي عمل إنساني في الدنيا، له ما له وعليه ما عليه. فهناك ضوابط مهمة لابد أن تراع، من ضرورة مراعاة البعد عن الممنوعات اللي هي قد يعني يحاسب عليها الإنسان بالمعاتبة أو بعقوبة أو ما شابه ذلك. أما بالنسبة للأيمان الحلف اللي بيجري في المسلسلات، هذه الأيمان فيما يعني والله تعالى أعلى وأعلم تجري مجرى اللغو في الغالب، لأنه لا يعنيها ولا يعقد قلبه عليه، إنما هو يقولها لأداء الدرامي، فهي من اللغو ليس فيها شيء على صاحبها. أما بالنسبة لتمثيل الأدوار، يبقى مسلم بيمثل أدوار غير مسلمة كاب شخصيات دينية غير مسلمة أو ما شابه ذلك، لا أرى في ذلك شيئا، لأنه هو بيأدي المعنى المطلوب أنه يوصله، ولابد أنه يبقى في المجتمع في مسلمين وفي غير مسلمين، وفي النهاية العمل الدرامي أو السينمائي بيعبر عن حياة الناس سواء في الماضي أو في الحاضر، وحياة الناس فيها مسلمين وفيها غير مسلمين، فلا أرى في ذلك شيئا إذا شاء الممثل أو الممثلة بقيام بدور شخصية غير مسلمة، لأن الدور يتطلب منه ذلك، إذا لم يتطلب ده خروج عن الأمور المأمور بها شرعا، بتمثل وبتؤدى في صورة تؤدي المعنى المطلوب، ولا شيء في ذلك يا صاحبة السؤال، لأنه دور غير مقصود، هو بيمثل اسمه ممثل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام، والله تعالى أعلى وأعلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء. اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.